عادل عادل قوم بص، طقم بايركس حراري عليه خصم 40%. بايركس ايه بس يا رانيا اللي انت جايباه؟ ما احنا عندنا حلل استانلس يا ماما، ولا هي مصاريف زياده وخلاص؟ ده مش لينا، ده لياسمين. ياسمين ايه قرفانه تاكل في الحلل؟ على فكره البنت ياسمين بنتك دي فيها الداء بتاع امك اللي هي حماتي دي، على طول عامله بتتنك على كل حاجه. لا يا روحي، ده علشان جهاز ياسمين ان شاء الله لما تتجوز. لما تتجوز وفي عريس تقدم لياسمين وانا ما اعرفش قابلها فين بقى، في الفسحه ولا قابلها في رحله جنينه الحيوانات؟ انت بتهزر؟ ها انا ما بهزرش يا ستي، انت اساسا لسه متجوزه. ياسمين على ما تفكر في الجواز قدامها بتاع 20 سنه. بايركس ايه دلوقتي؟ يلا 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 رجعيه رجعيه. عادل عادل اصحى يا عادل، اصحى يا عادل. دواء السكر والضغط، وبعدها بربع ساعه الحبايه الحمراء والخضراء، وبعدها بعشر دقايق دواء الكحه. اصحى يا عادل يلا عشان دواء الكبد. ما تقوم يا عادل. بعد ما ضيعت زهرة شبابي في التعليم والتدريس، خرجت من تحت ايدي مهندسين وظباط وصنايعية وصواعلية، مش هين عليهم يمدوني ولا حتى سنة. هي بتقول ايه؟ الظاهر والله اعلم انها بتشتم. بتشتي؟ يا لهوي، قفلوا الشبابيك. مع ان ابلة محاسب بقى بتاعت الاقتصاد المنزلي مدولها سنتين، وانا كنت طمعانه في 6 شهور مرضوش يدوهاني. اشمعني قبل ما حاسين؟ عشان مربط اليوسفندي واللارنج؟ هي بتقول ايه؟ الظاهر انها بتدور على سفنج. مين اللي وقع ده؟ يا اختي والله نظري ما هو جايب. ايه بابا ده؟ انا مش قلت لك تبقى تقولي عشان اجي اسندك؟ ما دام قالت بابا يبقى عادل ابني. اللي وقعك يا حبيبي؟ ماما دي تبقى رانيا. اللي وقعك يا حبيبتي؟ هو ايه المشكله في السلمه المكسوره دي؟ انا قلت لكم 100 مره صلحوا السلمه، انتوا ما بتسمعوش كلامي ليه؟ سلمه ايه يا خلل؟ سلمه ايه يا خلل؟ انت مش عارف كمان انت فين؟ ايوه السلمه هي بتاع كل يوم اللي بقع فيها دي. هيقولي السلمه تاني؟ يعني انت دلوقتي على السلم عند مدخل العماره يعني؟ طب ايه دنور السلم؟ يا سلام يا لطيفه، لطيفه جدا يعني. وانت يا ياسمينه ما رحتيش الجامعه النهارده ليه؟ امال ايه يا بابا؟ انا اتخرجت واخدت حقبتين في علم النفس البروسكولوجي. يعني اتخرجتي، طب ما اشتغلتيش ليه؟ امال نظرا للماركتنج البشري المتعطل اللي وصل لتلاتة بهلليون نسمة، مفيش فرص عمل. يا نهار ابيض، بقينا 3 بهلليون، ده ميدان التحليل محدش يعرف يمشي فيه. بكره والله كل ده من الاستنساخ، ده احنا بكره ممكن نبقى تهرليون. لا يا بابا، ايه كل فيمتو ثانيه في مولود بشري جديد بيتولد. كل فيمتو ثانيه ما شاء الله، بقيتي تفتي في كل حاجه زي امك كمان. يا بابا هيثم جاي النهارده عشان يقرا معاك الفاتحه. يقرا معايا الفاتحه ليه؟ ما بيعرفش يقراها لوحده ولا ايه؟ يا عادل، الزفت اللي اسمه رمزي ما جابش الجاتوه والتورت لحد دلوقتي. ايه ده؟ انت قلت لعم رمزي؟ هذه النيله. بقول لك ايه يا بابا، انا بصراحه بقى خايفه العريس يشوفه. من الاخر انا خايفه يعرنا. ومن ناحيه هيعرنا فهو اكيد هيعرنا. بس هنعمل ايه بقى يا ياسمين يا بنتي؟ اهو ابن عمي من 45 سنة نفسي امشيه، كل سنة اقول امشيه السنة الجاية وما بعرفش. عموما انا هتصرف، ما تقلقيش يا ياسمين. انا هقوم بقى ايه، اخد الدش الالكتروني بتاعي والبس هدومي واروح على الهرم. كنت هتقفل وتنسى. خش، لا انا اقف اي حته حد ياخد منه الجاتوه عشان ما يضربوش كله.
مين ده يا اختي؟ ده تلاقيه العريس بتاع بيت ياسمين. بسم الله ما شاء الله، طول بعرض. فين ما اخترت يا ياسمين؟ البت طلع ذوقها كده حلو زي ستها. انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا منيل؟ اصل المنطاط عطل في الهواء زي ما بقت براشتات انا والحاج يقول. فقري طول عمرك وملكش حظ يا رمزي. رمزي اسم العريس على اسم ابن عم ابوها. اسم مش ان بقى الاوان يا نقنق، يعني احنا عايزين نبقى ختامها مسك. وبصراحة كده يعني من الاخر انا نفسي يعني اخر 3 أشهر في حياتك ان شاء الله. في حياتك؟ انت هتفضل لطخ كده لحد امتى؟ ده انا كنت عيلة نونو كده برضع وانت شحت كده بتروح المدرسة. حياتك ايه؟ بهزر يا نونو بقى. قولي جهزت نفسك؟ جبت كل الاجهزة الكهربائية ولا لسه جخل زي ما انت؟ جخل من مجاميعه يا نقنق. يعني شوفي بقى، بوتاجاز 2 شعله مسطح وتلفزيون ملون يا نقنق 14 بوصه وتلاجة ديك فريزر يعني، وكارتلهم في المخزن ومستنيين سيدة البازار. ليه وانا هخش في البازار؟ ما تلمي بنتك يا انعام، دي عايزه تلطش عريش البيت، عايزه تعنشها زيها. اسمعي كده من سكتي انكشح. انا اتطلقت. مجيده يا مجيده، سامعه يا اختي ولا مش سامعه؟ بنتك اتطلقت. يا لهوي يا انعام، ابنك طلق بنتي. يا لهوي يا لهوي. تستاهل القدره، كويس مستحمله لحد كده. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي اتفضلي، انت والاربعه اللي معاكي باللي في بطني انضمي للمنتخب القومي. اتفضلي. الوادي الله يخرب بيته، طلقني الطلقه الثالثه منه لله. والثالثه ثابته. اوعى يا اخويا الكشف، ثابته يعني قاعده معانا على قلبنا مش هتتحركي. كبرت يا ياسمين وبقيت عروسه ما شاء الله. بس ايه ده، انت لا شبهي ولا شبه امك. عارفه انت شبه مين؟ مين؟ شبه جدك الله يرحمه. هو العرق يمد لسبع جد يا بابا، وكله في الجينات، علم الاجنة بيقول كده. وانا صحيح كان نفسي في ولد يشيل اسمي في الرقم القومي بتاعه، بس يلا بقى، وكان هيعمل لي برضو اللي انا نفسي اعمله ومعرفتش اعمله في حياتي. يعني كان هيعمل ايه زيادة يعني يا سي بابا؟ على الاقل كان رفاد لي رمزي. بس يلا، انت عندي يا ياسمين بالدنيا كلها. ما تقلقش يا بابا على اسمك، ليك عليا. اول مولود هخلفه هسميه عيد. ايه ده اول مولود وبس؟ لا، وتاني مولود كمان زيادة في التأكيد. اذا يعني انت موافق يا بابا؟ بس اهم حاجة بقى، في شوية نصايح ما قبل الجواز. تقصد كتالوج الجواز. عموما اول نصيحة بقولها لك بقى يا ياسمين يا بنتي، اوعي في يوم من الايام تفكري انك ترجعي البيت ده تاني. طبعا يا بابا، الست ملهاش الا بيتها. مش دي النظرية، اصل انت لو رجعت البيت ده تاني الاوضة بتاعتك انا هحولها لصالون ادبي، وده احد احلامي يعني. ما تخافش يا بابا، انا اصلا ما صدقت اخرج من هنا، فاستحالة هرجع. ماشي. ثانيا، وانت بتوضبي بقى الديكورات بتاعت بيتك، حاولي تراعي ان يبقى فيه اوضة فاضية دايما. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ عشان امك لو اتطلقت يعني، وده وضع طبيعي، لان صراحة استحملتها كتير قوي. بعدين هي عاملة لي فالحوسة الوحيدة اللي ما اتطلقتش، كل اللي في البيت اتطلق. بس هي ما عملتش حاجة يعني يا بابا. يا سلام، وهم الباقيين كانوا عملوا حاجة؟ ده كاس يا ياسمين يا بنتي، وداير على الناس كلها عادي يعني. ثالثا بقى، وده مهم قوي، انت طبعا هتخلفي ولد، انا متاكد انك هتخلفي ولد. الولد اللي انت هتخلفيه ده بقى يتربى مع جده يا ياسمين. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ من فضلك يعني اديني فرصتي ان انا اربي ابني بنفسي. فرصتك ايه؟
ما نديتك فرصتك ان جيتي للدنيا اصلا يعني. وبعدين اديتك فرصتك وربيتك وعلمتك واكلتك وشربتك لغايه ما النهارده هتتجوزي اهو. خلاص هاتي لي الولد انا ربيه ويحقق معايا كل الاحلام اللي كان نفسي احققها. اتنين جوافة جيلاتينيين وزبق قليل وازازة مية ابار معقمة. في اكسجين بنكهة الكباب والكفتة. حبوا تضربوا اتنين في السريع؟ لا لا انا عاملة دايت. ميرسي. اوكي. ياسمين. انا مش هقدر اجيب بابا النهاردة. وبعدين اجيبه منين؟ ده انا اساسا ما شفتوش من وانا في ستة احادي. ايه ده؟ انت كنت في ستة احادي؟ امال؟ ده انا كنت من الدفعة المستوعبة. انا اعجابي بيك بيزيد يوم بعد يوم. المهم اعجاب باباكي. هنعمل له ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نغب ونعمل هيدن ونضرب ايميلين عرفي بالسريع. هيثم بقول لك ايه؟ احنا لازم نضحي شويه عشان قصه حبنا التقدميه. التقدميه؟ ايوه. خلاص نعمل ديل مع بابا على الساتلايت ونحدد مع ميعاد. انت يا واد انت، انت في مدرسة ايه؟ انا بشبه عليك، انا شفتك قبل كده. الهاي كونكلوجين سكول يا طنط. عارفاها، مش دي تجريبي؟ وماله لما يجرب يا اختي. الحياة يا حبيبتي كلها تجارة. شوف يا ابن، انا عايزة اعرف ايه حدود العلاقة اللي بينكم، لاني اخشى كأم يعني من العلاقة اللي بينكم. مشكتين الياسمين يا طنط. اخلاقها. انت عرفت اخلاقها دي منين؟ لما جيت الشهر اللي فات يا عمي علشان انا عداد الطاقة الذرية، هي اللي فتحت لي الباب. الا قول لي يا اخويا، احنا جبنا كام الشهر اللي فات؟ مش فاكر بالظبط، بس حوالي 25 في زوايط. 25 في زوايط يا حرامية، يبقى انتوا اكيد برضو ضفتوا الزبالة على الطاقة الذرية. انا مش دافع، مش دافع يعني مش دافع. وشيلوا بقى العداد بتاع اليورانيوم من بير السن. حبيبي هو ذنبه ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجه غير انه قارئ بيجي يقرا العداد ويسجله ويلفلفهم بيه. طلعت الزباله النهارده؟ هو مين اللي طلعها امبارح؟ انا. يبقى الدور عليك النهارده يا حبيبتي. لما فتحت لي الباب خرج من عينيها شعاع لخبط الدنيا جوايا وخلط بين الخجل والطاقه الدينماتيكيه. قلت خلاص هي دي الاوزي اللي ممكن اكمل معاها حياتي. اوزي؟ طب يا حاج دول يا مدام دبحين اوزي ما عايزين. اوزي ايه بس يلا يا حاج بس. مهم كمل كلامك يا ابني. بعد كده ايه هتاخد معاك الاوزي دي تلف معاك تقرا العدادات؟ المهم يا عمي انا بمد لك ايدي وطالب منك القرب في ياسمين. يلا يا جماعه نقرا الفاتحه. تقرا الفاتحة على رجلي؟ ما تقوم يا آمين. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حاج دولة. ألف مبروك على إيه بس يا حاج رمزي؟ بس يا حاج رمزي والنبي. فتحة اللي هتقراها يا ابني أنا مش هينفع أقرا الفاتحة معاك، لازم حد كبير أقدر أتفاهم معاه. فين أهلك؟ أهلي؟ ومال أهلي بحاجة زي كده؟ ومال أهلك إزاي؟ ما أنا لازم حد أتفاهم معاه في تفاصيل الجواز. تفاصيل الجواز انا بعتها لحضرتك على الايميل، وبابا هيبقى ينزلها ان تاتش مع الكمبيوتر، يعني يبقى رد على بعض بقى في الماسنجر. ماسنجر ايه اللي هنرد على بعض؟ وانتوا يا ابني بتتكلموا في ايه؟ ايميلات ايه وبتاع؟ ايه الزمن الغريب اللي احنا فيه ده؟ فين ايام زماننا وايام زمن بقى الفن الجميل والاستاذ تامر حسني؟ ايوه الاستاذ سعد الصغير كبر ما شاء الله دلوقتي، ايه الزمن الاخبر ده؟ يا عمي الدنيا اتقدمت، ده خلاص الناس طلعت زحل. ده انت اللي ليلتك زحل. بص لاما اهلك يجوا ينهوا ويطلبوها بنفسهم لاما مفيش جواز، والجاتو ده يتشال يتحط في التلاجة لغاية ما يجي ابوه. يا حاج دولة طب يعني افرض ابوه اتأخر يعني هفضل جعان كده؟ نورتنا يا حاج شربيني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك انت وصلت بعد دقيقه وربع من ساعه ما بنكلمك، اتاخرت علينا قوي يعني، لكن عموما احنا ندخل بقى في التفاصيل عشان نختصر الوقت. اتفضل يا سيدي ادخل براحتك. انت هتخوفني ولا ايه يا استاذ عادل؟
احنا طبعا ناس ما يهمناش الماديات بالمرة طبعا يعني، لكن كنت عايز اعرف يا ابني يا هيثم، انت مرتبك كام بالظبط؟ انت بتحرجني يا عمي والله. انا يا عمي مرتبي يعني، انت عارف ان انا لسه بادئ حياتي يعني. قول قول. اخلص اخلص عمي. انا باخد 100,000 جنيه في الشهر. ايه 100,000 جنيه بشعرك ده؟ نعمل بيهم ايه 100,000 جنيه؟ انت تاخد البنات كده وبتوع الناس، بنات الناس تمرمطهم معاك. يا بابا دي حياتنا يعني، ولازم نبدأ في الاول واحنا تعبانين. ايوة يا بنتي، ما احنا برضو عايزين مصلحتك، وانت فكري ان احنا قصدنا نضايقكم ولا نضركم. بالعكس يا بنتي بالعكس. لكن شوفي دلوقتي كيلو السكر بقى ب2,000 جنيه، ازازة الزيت الزقبقي اللي ما بتقعدش على نص طبق سلطة ب5,000 جنيه، تعملوا ايه؟ يا استاذ عادل يا استاذ عادل، ما تدقش في الحكاية دي، ما حدش بيبات من غير عشاء يا استاذ. ايوه ما بيباتش من غير عشاء، بس مش معقولة كمان الغدا والفطار هيعملوا فيهم ايه؟ هيتقضوها يعني وجبة واحدة في اليوم؟ دي نفس الدقة يا استاذ، برضو شوف لك دقة تانية. والله ممكن يعملوا ميزانية مجدولة ويمشوا على اينونتهم. بعدين يا عمي انا مقدم على شغل يعني بعد الظهر في مفاعل نووي جنبنا هنا في الطلبية. مش المفاعل النووي بتاع الطلبية اللي بيعمل حلاوة المورد ده؟ ايوه. ما يا ابني ده موسمي يعني، بيشتغل شهر و11 شهر ما بيشتغلش. احنا نتكلم في المفيد بقى، هتجهزوا ايه يا استاذ عادل؟ والله حضرتك يعني معروف ان الاجهزه الالكترونيه كلها بتبقى على العريس، يعني عندك مثلا بوتاجاز 2 عين طاقه شمسيه على العريس، دي معروفه، وبرضك الغساله اللي هي بتبقى بتقرش وبتمرش وبتلبس وبتنظف، دي كلها برضك على العريس ولا ايه يعني؟ وكمان معروف برضك ان على العريس الساتلايت. ايه يا حاج دولا، لازمته ايه الساتلايت؟ احنا ممكن نشد لهم وصل الدش من على اول الشارع. بس يلا يا حاج رمزي، خليك انت في الجاتو ده عشان يا رب يجيب لك سكر. عشان خاطر هيثم ماشي. وعايزين مروحه طائره تحت السيطره في كل. انا عايزه سلوبيت. بس انا بقى انا عايزه ايباد. وانا عايز موبايل. بص يا ابني، احنا اهم حاجة عندنا مكنة تأشير الكمترة. هي دي بقى الشعراية اللي قطمت ظهر الخروف. انت كده عايز تبوظ الجوازة يا استاذ عادل. ابوظ الجوازة ايه؟ معروف ان مكنة تأشير الكمترة بتبقى على الخروف على العريس، يعني معروفة يعني. لا يا عمي عمي انا ما اسمع لكش لو سمحت، كده اوفر دوز موز عليا. علشان خاطر عيون ياسمين انا هجيب مكنة تفصيص الطوب. ليه؟ هو انت ما كنتش عايز تجيب كمان مكنه تفصيص الثوم؟ يا ابني ده مكنه تفصيص الثوم والمقشره الليزر والمقشره الـ LED على العريس، طول عمرنا عارفين. يا ماما ممكن نجيب الحاجات دي بعد الجواز حاجه في حاجه يعني. يا بنتي انت مش عارفه مصلحتك، يعني هتاكلي الكمتره بقشرها معدتك يوم ولا اتنين وهتبوظ. يا عمي احنا شباب زي الفل ولسه في صحتنا ومعدتنا تقدر تهضم اي قشر. انا بقول يعني لو هو عنده شقه نشيل احنا. لو عنده شقة انت شايفة كده؟ طب بص يا ابني، بالنسبة للشقة بقى، انا مش عايزك تاخد شقة في برج خرساني، من بعد الزلزال بتاع 2022 الواحد بقى يخاف من التوابع، لازم العمارة تبقى على كبال وعلى باكر. ها؟ بصراحة يا عمي انا ما عنديش شقة. ايه؟ ما عندكش شقة؟ يا اخوانا حلمكوا على الولد مش كده. حلمنا ايه يا عم بالسيجار بتاعك ده؟ بيقولك ما عندوش شقة. يا عمي اسمعني بس، انا يعني انا شايف ان الشقة هنا جميلة وواسعة وبرحة، فقلت يعني هسكن معاكم. تسكن معانا؟ ده انت كمان جايبه لنا عريس اعمى، شايف لك الشقة واسعة، وانت ما حوشتش فلوس ولا ايه؟ يا عمي حوشت، بس كل حيلتي يعني 4,000,000 جنيه، يعملوا ايه يعني؟ ايه 4,000,000 جنيه؟ هبدايه يعني يا بابا. بدايه ايه وهبابي ايه؟ ده دلوقتي اقل شقه 4 متر دلوقتي في العشوائيات الذكيه ب20,000,000 جنيه على الاقل. يا بابا انت ممكن بس تستحملونا شويه لحد ما انا اعمل جمعيه مع ام ميرفت ب250,000 جنيه في الشهر، ويعني انا هجيب يعني اوضه كده كاوتش من اللي بتتنفخ دي، ولما نبقى نصحى من النوم نبقى نهويها. تهوها؟ وافق يا عادل. لما توافق يا عادل. وافق يا عادل. مش موافق.
في ايه يا عادل؟ يا كابوس كابوس فظيع يا رانيا. خير اللهم اجعله خير. بقولك ايه، انسي الطقم البايركس الحراري ده خالص، رجعيه لو سمحتي، ودخلي ياسمين بجمعيه ب2 جنيه في الشهر. طقم البايركس ده مش هيبقى له اي لازمه في المستقبل. جمعيه ايه يا عادل؟ حرام علينا نلقي على عاتق البنت مسؤوليات اكبر من حجمها. اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه، انا اضرب مصلحتها وما تخليهاش تفتح الباب لاي حد بيقرا عدادات، وخصوصا عدادات اليورانيوم. انا بقولك اهو. يورانيوم ايه على الصبح يا عادل؟ اللخبطه اللي انت بتلخبطها. اسمعي الكلام اللي انا بقوله لك ياسمين، اوعي تفتح الباب لاي حد. مالكش دعوه بابا. يعني ايه مالهاش دعوه بيا؟ انا بقولها عشان مصلحتها، وانا بقولها عشان اغلس عليها. يعني هي مش شومه اللي انت بتقوله اصلا يا عادل. ما دام انت فاهمه لازم تفهميها، انت امها، اوعي تفتح الباب وخصوصا لاي حد بتاع عدادات. عدادات مش عدادات، انا بقول لك اهو. انت